تشاهدون اليوم؟ كريمال الغامدي صاحبة الكاريزما العفوية والحكايات الواقعية تتحدث لسيدتي عن سر محبة الناس لها. لطيفة إسماعيل فنانة تشكيلية متخصصة في فن المكياج السينمائي. المبتعثة ريحان الحداد تطلق مبادرتها التطوعية وسيدتي يسلط الضوء على مبادرة ريادية. وافي مطرب صاعد يشق طريقه الفني رغم التحديات ويهدي سيدتي جديد أعماله. يا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، وأكيد طلة جديدة حلقتنا اليوم فيها الكثير من المواضيع والضيوف. أهلا وسهلا بك يا مها. مساك الله بالخير يا ريم. أكيد ومسي عليكم مشاهدينا، وذكركم في نفس الوقت أنكم تتفاعلون معنا على حسابنا بتويتر، ونبدأ معكم أكيد حلقتنا كالعادة بجولة سريعة في أبرز الأخبار المحلية والعالمية. الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تطلق سدايا، تطبيق سدايا للتباعد لإشعار الأشخاص المستخدمين له بمخالطهم لمصاب كورونا. والحلو في الموضوع ريم أن هذا التطبيق ما يحتاج انترنت، ويعني يتم استخدامه عن طريق البلوتوث، وإشعار الموجودين في نفس المكان أن هذا المكان موجود فيه شخص ممكن أن يكون مصاب، فهذا الشيء جدا حلو ومبادره رائعه. اكثر شيء متحمسه لي لهذا الموضوع انه رده فعل الناس لما نعرف انه في هناك شخص معاه كورونا معاك في نفس الغرفه، ايش راح تكون رده فعل الناس؟ يعني مره شيء حلو. واتفقت منظمه العالم الاسلامي للتربيه والعلوم والثقافه ايسيسكو ومكتبه الملك فهد الوطنيه على اتاحه المحتويات الرقميه للمكتبه في بيت الايسيسكو الرقمي ضمن مبادره الثقافه عن بعد. الله، يعني هذا خبر جميل، وللأمانة يعني مكتبة الملك فهد معروف أنها دائما عندهم اقتناء الإنتاج الفكري، وهذا يعني شيء جدا محفز أنه يكون متاح لجميع العالم الإسلامي. بالفعل يا مها. وأدارت الملك عبد العزيز تنشر صورة تاريخية لعدد من السيارات بالجراج الملكي قبل 80 سنة. الصورة يرجع تاريخها العام 1943، ونشوف فيها مجموعة من الأشخاص جالسين بالقرب من الجراج. الله، الأمان مرة حلو ريم. يعني الكراجات كيف كانت بعواميد، وكل سيارة لها مكان خاص، يعني والحلو أنها موجودة إلى الآن ومن السيارات الكلاسيكية، يعني بالضبط، والناس تقتنيها إلى يومك. بالفعل يا مها. الأرض تسجل ارتفاعا في درجات الحرارة من شهر مايو، ومتوقع أنه عام 2020 رح يكون واحد من أهم عامين أو أحر عامين، عام 2014-16 منذ 1880، ورح يكون عام 2014 و2020 هم الأشد ارتفاعا في درجات الحرارة. ريم، أنا أعرف معلومة عن هذا الموضوع. متوسط درجة الحرارة في العالم كان 15.7 مئوية، درجة مئوية. يمكن الناس تقول لك لا بارد، لكن عالميا ما يعتبر بارد، لأنه أنت تتكلم عن الكرة الأرضية، ويعني فعلا الواحد لازم هاليومين يكثر سوائل يجلس في المكيف. طبعا الاحتباس الحراري ومشكلة المناخ وتغير المناخ على مستوى العالم والأرض، كل ما لها بالسرد ترتفع درجة حرارتها، طبعا كله بسبب الإنسان وسبب عدم تعاملنا مع البيئة بطريقة محترمة، خلينا نقول. صحيح. والجديد في زمن كورونا، لوحات إرشادية برموز جديدة قد تساعد الكثير في مواجهة فيروس كورونا. أصبحت هذه الإرشادات موجودة على الإنترنت في كاتالوج، وهي تغني عن كتابة الجمل والإرشادات اللي كثير ما راح يقروها، صح؟ والله الكثير، للأمانة أنا من الناس اللي ما أحب أقرأ، يعني خصوصا شيء طويل ليش نقرأ؟ فخلاص الصور. يعني كثير المستفيد ريم فعليا زي ما ذكرتي، اللي مثلا ما يفهم اللغة العربية أو الإنجليزية أو أي لغة ممكن تكون، وصعب أنك تحطي مثلا لغات كثير، الأطفال، الناس المستعجلة، فيبغى يشوف إيش الصور ويمشي عليها. بالفعل، والصور يفهمها يعني بجميع اللغات، مهما كانت لغتك أو تكون تتكلم هذه اللغة أو ما تتكلمها، راح تفهمها من الصور.
الصور الإرشادية. صحيح. الخبر التالي هو مفاجأة حقيقة، إنه الحكومة الأمريكية تصنف اللغة العربية في لائحة اللغات بالغة الأهمية، وإذا كنت تتحدث اللغة العربية في أمريكا فأنت عندك فرص وحظوظ مالية أعلى من غيرك. الخبر ده أنا صراحة ما فاجأني شوية، فمني عارفة إيش المعايير اللي ممكن يرتكز عليها. ممكن في بعض الوظائف أو بعض الشركات العالمية تكون إنك تكون صاحب لغتين أو ثلاثة، هذا مطلب، خصوصا إذا كانت اللغة دي مختلفة تماما أو اللي يتكلموا فيها في نفس البلد أقلية. فاللغة العربية إحنا عارفين هي من أصعب اللغات تعلما، وإحنا جدا محظوظين أن نتكلم اللغة العربية. صحيح طبعا، يعني اللغة العربية صعبة، غير أنها صعبة ريم كمان كثير ناس، 467 مليون نسمة حول العالم يتكلمون اللغة العربية، لذلك أنا أعتقد أن يعني هذه أحد الأسباب اللي أعطتها مكانتها طبعا عالميا، وفرص أن الواحد ممكن يشتغل أو أنه يكون عنده فرص مالية مثل ما ذكرت. صحيح يا مهام. حملة الرقم التالي تستمر لمدة أسبوع بهدف التشديد بحق المتساهلين، وفي رسالة وجهها وزير الصحة للمواطنين والمقيمين على أهمية الحرص على أساليب الوقاية. أكد في تغريدة له في تويتر: لا نريد أن تكون أنت الرقم التالي أو والديك أو من تحب. الله، يعني دكتور توفيق ربيعة من الناس اللي دائما أكتف أو متفاعل مع المتابعين ومع الناس بشكل عام بطريقة حلوة ريم، وبطريقة قريبة للقلب، بطريقة جميلة. يعني هذه الحملة صح أنها شوي تخوف لكن واقعي، ولازم الواحد أنه ينتبه أنه ما يكون الرقم التالي. وبالفعل مها شفنا من أمس هاشتاج الرقم التالي ترند، واللي كان عليه تفاعل كبير من رواد تويتر. وفي الهاشتاج الآخر اللي شفناها ترند طوال الليل ليلة أمس وحتى اليوم الصباح، هاشتاج عرف لنا الحب، وشفنا تفاعل الناس عن هذا الموضوع ووجهات نظرهم المختلفة معها. صحيح طبعا، يعني شفنا التفاعل كبير الأمانة، وفي ناس جابتها بضحك، وفي ناس يعبرون عن حبهم للأشخاص. طبعا بشكل عام الحب، يعني الحب حب ما هو شرط يكون لشخص، ممكن يكون حب لذاتك. الواحد لازم يحب نفسه، الواحد لازم يحب عمله، الواحد لازم يحب الشيء اللي هو قاعد يسويه عشان إن شاء الله يبدع ويكبر، ويعني على قولتهم ما يمل. والواحد كل ما تعمق في الحب كل ما أبدع. يا سلام عليك يا مها. شفنا تفاعل كبير مع الفنانة أصالة بعد ما أعلنت عن عملها الجديد جيتني مكسور في حسابها بتويتر، وهذه بعض الهاشتاجات اللي تفاعلت مع جيتني مكسور. ومن اليوتيوب نسمع جيتني مكسور واللي وصلت المشاهدات فيها لأكثر من 700,000 مشاهدة إلى الآن. يوم الوقت جابك لتعذر لي وخليك في عذابك، كل شيء نظرة عيوني تغير ما يفيدك شيء وارجع في غيابك. جيتني مكسور يوم الوقت جابك لتعذر لي وخليك في عذابك، كل شيء أغنية جميلة بالفعل. إيش رأيك يا مها؟ والله ريم شوفي، يعني أصالة من الناس اللي أنا مرة أحبهم وأحب أصواتهم، وهذه السنة خصوصاً و2019 و2020 بدعت، خصوصاً في الأغاني الخليجية. في الأغاني الخليجية يعني لا يعلى عليها أصالة أكيد. رائعة بالفعل. أما نجمة مواقع التواصل الاجتماعي إيمي روكو شفناها ردت على فيديو للمشهورة الأردنية زين كاروزون أخت الفنانة ديانا كاروزون. خلينا نشوف الفيديو اللي أول ردت عليه إيمي وبعدين نشوف إيش ردها. حتى الستات المتزوجين أكتر المشاكل تصير بين الكابلز لما الست بتبلش تهمل بحالها. الطبيعي إنه زوجك يطلع تمام
طبيعي انه زوجك يطلع تصير عينه زايغه وتشوف غيرك. طبيعي، يعني انا ما بلوم الرجل، معلش يعني اوكي انا دائما مع المراه وهذا، بس كمان في اساسيات. لما يرجع زوجك يلاقيكي مش مرتبه حالك، مش لابسه حلو، مش عامله اظافرك، مش مرتبه شعرك، غير لما بيرجع بيلاقيكي مثل الفل، هالميك اب، هالقطافه، هاللطافه، هالاظافر، هالترتيب، غير خلص بيثبت بضل عندك. بس لما بيرجع بيلاقي ضيم حالك، بيلاقي حالك ضيم. مها قبل ما اناقشك في ذا الموضوع واعرف رايك فيه، خلينا نشوف رد ايمي روكو اللي كان: اذا زوجي يحسب اني انا حجلس كاش خطول الوقت وامشي بميك اب واظافر واتدلع ولطافه ومدري ايش، فحيكون انا 100% اخترت الشريك الغلط. ايش رايك يا مها؟ والله شوفي يعني ريم، الامانه يعني انا ممكن اختلف شوي مع ايمي، عشان يعني هذا موضوع الاهتمام اصلا بزوج من غير زوج واحد عايش معك في البيت ما حد عايش معك في البيت، الاهتمام لنفسك، يا سلام عليك، الترتيب لنفسك. حلو، انت اذا مريتي من قدام المرايه وما شفتي نفسك مرتبه، شعرك زين، ما اقول لك حطي ميك اب، الترتيب، الاظافر، اللبس، حتى ترقيع في اللبس البجايب هذه ما لها داعي. فانا معاها 100%، فما بالك بوحده مثلا متزوجه وزوجها عندها فعلا لو ان شاء الله بعد 50 أو 60 سنة زواج لازم تكون مرتبة، والترتيب ما يعني ميك اب. يا سلام عليك، أنا مرة أتفق معك يا مها في ذا الموضوع. والرجال اللي عينه زايغة، ترى سواء كنت حلوة ومرتبة ولا كنت كوشة مكشوشة على قولهم مشوشة، رح تكون عينه زايغة. وللرجال اللي ملتزم ويحب مرته مهما كان شكلها برضه رح يحبها. 100%. صح ولا لا؟ صح. طيب، وكمان من الانستغرام شفنا الفنانة أحلام شاركت صورة حلا الترك تبارك لها بتخرجها من المدرسة، وبالمقابل حلا شاركت الصورة مع ستوري أحلام للستوري تبعها وكتبت: مشكورة ماما أحلام، طول عمرك أنت معايا وتساعديني في كل شيء، ما أنسى فضلك علي طول حياتي. الله. طبعا احنا كلنا نعرف ان يعني حلا يمكن علاقتها بالفنانة الكبيرة أحلام جميلة من أيام ما كانت صغيرة في بداياتها، فحلو أن الواحد يكون عنده علاقة وبتقول لها ماما أحلام، يعني هذا اللي يدل أنه في فعلا علاقة جميلة ولطيفة. احنا طبعا نتمنى لهم جميعا كل التوفيق، وحلو أن الواحد يشوف كذا العلاقات جميلة حتى على مستوى السوشيال ميديا أو الفن. بالفعل، وخصوصا الفنانة أحلام دائما حريصة أنها توجب وتجامل وتواصل الكل كبير وصغير صراحة. صحيح. يا مهم. ونكمل من انستغرام بفيديو للشيف العالمية منال العالم واللي نشرته ردا على خبر وفاته. أحبائي السلام عليكم، تحية من القلب، منال معاكم. أنا الحمد لله كويسة. طلعت إشاعة هلأ، يعني إشاعة مزعجة قلبت الدنيا. أنا بطمنكم علي، أنا الحمد لله كويسة. طلعت إشاعة أني أنا انتقلت إلى رحمة الله، وقلبت كل الدنيا، كل العالم، كل الناس، الأهل، أولادي، أهلي، زوجي، أخواتي، كله، كل الناس تضايقت وعم ملايين الاتصالات. فأرجوكم اعرفوا أني أنا الحمد لله بألف نعمة، الحمد لله رب العالمين. هي إشاعة سيئة جدا جدا مزعجة، أزعجتني شخصيا وأزعجت الكل. ف الحمد لله، شكرا كثير لاتصالاتكم، انا مش عم بقدر الحق ارد على الكل، فعشان هيك بسرعه اعمل لكم هذا البوست. تحية للشيف منال العالم. وطبعاً الإشاعات دائماً مزعجة يا مها، ودائماً يعني تآذي صاحبها وتآذي لأهله وأحبته واللي حواليه. ومرة انبسطت أنها طلعت بهذا الفيديو لأنه تنفي الخبر بنفسها. كثير شفنا يمكن إشاعات من دان نور تطال بعض الفنانين. صح. خصوصاً الفنانين اللي ما لهم ظهور كثير. صحيح، 100%. طبعاً شيف منال نوجه لها ألف تحية ونقول لها أنه إحنا من يوم ما كنا كبر كذا، والوالدة ما شاء الله تشتري الكتب حقت الطبخ، ويعني إلى يومك، وإحنا كل ما نبغى نسوي شيء نكتب اسمك جنب الوصفة عشان تطلع لنا. يا سلام. فشيء عظيم، وإحنا نتمنى لك الصحة والعافية وطولة العمر، وبسم الله عليك، لأنه فعلياً الإشاعات ريم زي ما قلتي تأذي الشخص وتأذي اللي حوله وتأذي الناس اللي يحبونه، فبطل إشاعات، بطل إشاعات. ومن الإشاعات كمان وصلت إشاعة للفنان جورج وسوف وإنه تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وشفنا كتب على صفحته بالفيسبوك: لما أصحى وأشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير، شو الإشاعة اليوم؟ طبعا الفنان جورج وسوف نفى إصابته وأكد إنه بصحة جيدة.
الحمد لله. طبعا هذا كمان نرجع نقول نفس الموضوع، بطلوا إشاعات، هذول الناس إحنا نحبهم صح، متعودين عليهم، وناس ما نرضى نسمع فيهم، والله لا يفجعنا إن شاء الله على أحد إحنا نحبه ونغليه. لكن كمان ريم، من آخر أعمال جورج وسوف، على طاري جورج وسوف، من جورج وسوف من آخر أعماله كانت في رمضان أغنية عن أسماء الله الحسنى، طبعا مرة شيء حلو والناس جدا حبتها وكان في تفاعل كبير عليها. طبعا تحية للفنان جورج وسوف. كده مشاهدينا إحنا خلصنا جولتنا الإخبارية المحلية والعالمية وأهم الهاشتاغات، ولكن مكملين معاكم فقرات برنامج سيدتي، ولكن بعد الفاصل. ومن الأيام العالمية اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للكب كيك، نتابع هذا التقرير. الكب كيك بكل أنواعها وألوانها هي دائما الخيار الأفضل والأسهل عند كثير من الناس، ويصادف 14 يونيو من كل سنة هو اليوم العالمي للكب كيك اللي دخل عالمنا وغير مفهوم الكيك الكلاسيكي بعد ما كان بلون وشكل واحد متعارف عليه. صرنا نشوف الكب كيك وحجمه الصغير بألوان وأشكال اللي تجذب الكبار قبل الصغار. اختلف كثير على أصول الكب كيك اللي ما زالت غير معروفة، ولكن خلينا نذكر أن أول مخبز مخصص للكب كيك تم افتتاحه في عام 2005 في كاليفورنيا، ومن بعده بدأت المحلات المخصصة للكب كيك تتواجد في كل المدن في كل أنحاء العالم. يومي صراحة هذه الكلمة الوحيدة اللي تعبر يومي على التقرير وعلى البوكيه الورد، البوكيه الكب كيك اللي جانا هنا. طبعا ريم خليني أقول لك عن هذا البوكيه من مشروع كب كيك، وصلنا بهذه المناسبة ومناسبة اليوم العالمي للكب كيك، وصاحبة هذا المشروع مشروع روزي كب كيكس عهود سليمان، خلونا نرحب فيها عبر الهاتف. يا هلا وسهلا فيك يا عهود، وشكرا على الجمال اللي جبتيه. يا هلا فيكم والعفو، وتستاهلون والله أكثر صراحة. أنا هذا شيء جزء مرة بسيط أقدمه لكم لاختياركم لي في البرنامج المشروعي. يعني فعليا إحنا لسه يمكن ما دقنا، لكن واضح إنه شيء مرة لذيذ. لذلك عهود كلمينا عن مشروعك روزي كيكس. كانت بداية مشروعي سنة 2014، سنة تخرجي. ما شاء الله. قبل لما الواحد يتفرغ يكون يعني وده بشيء يملى فراغه. صحيح. كنت بس متخصصة بس في الكب كيك والباقات. بعدها الحمد لله صرت متخصصة في الكيك كامل، تشيز كيك، ميكر كيك. الله. كل شيء يخص الكيك. طبعا احنا بنشوف بعض الصور لبعض اعمالك، يديك العافيه، فن واتقان وجمال والوان وابداع يعني بمعنى الكلمه. وحتى الكب كيك اللي عندنا في الاستوديو جدا رائع ما شاء الله، وكانه ورد يعني. كأنه هذا هو صحيح. الابداع انه كانه ورد. لكن ليش اخترت الكب كيك بالذات؟ هو لانه كانت اكثر حلقه يعني ابدع فيه ويسمح لك تبدعين فيه اصلا. وزياده كل اللي حولي كان دائما اي حفله اي مناسبه لازم هو حاضر معي. واهلي بعد التخرج قالوا ابدي بالمشروع يكون كب كيك. الله. وبديت فيه ما شاء الله. يعني انت الان انا توي كنت اقول لريم يعني اثنين في واحد، بدل ما اجيب باقه ورد واجيب كب كيك، هو واحد صح. يعني ورد وكب كيك، بس ورد يعني ينوكل. وفي نعناع يا مها، وفي نعناع انا شايفه. هذا عادي نشيل نحطه بالشاهي. عهود طيب يعني ما شاء الله عليك، يعني مثل هذه المشاريع موجوده الان على الساحه للامانه، وشفنا كثير بنات ما شاء الله عليهم ابدعوا، لكن انت جيتي بفكره جديده. من اللي يعني الهمك او من اللي حفزك وقال لك لا الفكره؟ لان دائما نخاف من الافكار الجديده، نقول لا صح. يمكن ما يعجب الناس، يمكن ما اقدر اضبطه. فمين الشخص اللي يمكن كان اكبر داعم لك؟ صراحة ما أقدر أحدد شخص واحد، أهلي كلهم. نعم. كلهم يعني هذا يشجعك، ويعني من كلام، وهذا من يروح ويجي معي يجيب الأغراض. بس الفكرة كباقة هذه حاولت أنا من نفسي أبحثها، لأن الحين كلنا ما نبغى في مناسباتنا شيء جديد، ما نبغى شيء على صحن وانتهينا، تبغى لك تقديم جديد.
كانت هذه الفكرة أو أول ما بديت كانت موجودة في الكويت وشرقية، شرقية مرة مبدعين. نعم. فبديت فيها أنا من الأولين في الرياض. ما شاء الله عليك يا عهود، يعني شغل رائع جدا ومشروع بإذن الله ناجح، وهذا الشيء اللي احنا بنستناه من كوادرنا الوطنية. انت عندك موهبة وانت شاطر في شيء معين، ابدع فيه واشتغل فيه وخليه يكون اسمك ومشروعك الخاص. شكرا لك يا عهود، وشكرا على هذا الجمال اللي جبت لنا هو في الاستوديو. طبعا انا وما من الان بنتضارب من اللي راح ياخذ ده، وشكرا كل التوفيق لك يا عهود. أيضا اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للتبرع بالدم، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم وتحت مظلة شعار منظمة الصحة العالمية الدم الكافي يساهم في حفظ الأرواح، تسعى مبادرة وتين لإطلاق حملة شكر والتمجيد لجهود المتبرعين الأبطال بالدم لمساهمتهم الدائمة في جعل المخزون كافيا للمرضى عبر مبادرة نصف مليون قلب. معنا الله. عبر الهاتف الأستاذ مشاري المالكي. هلا وسهلا بك مشاري. أهلا حياكم الله. طبعا في البداية نبغى نتعرف عن وتين، تطبيق وتين والخدمات أو الخدمة المتوفرة فيه. طيب في البداية شكرا للقناة روسانا على الدعم المستمر لهذه القضية الإنسانية، ولهم استغرب عليكم، وشكر لكم أنتم أيضا يا مشاري على هذه خلينا نقول المنصة والتطبيقات الرائعة اللي تحفز الناس. صحيح. إنهم يعني توعي الناس إنهم يقدموا على التبرع بالدم. تفضل. بالنسبة لمبادرة وتين أو تطبيق وتين هي المنصة الوطنية للتبرع بالدم، والمنصة تربط المتبرعين مع بنوك الدم من خلال تطبيق وتين. ويقدم التطبيق عدة مزايا، أهمها معرفة احتياج بنوك الدم وأقرب بنوك الدم للمتبرع، بالإمكان أيضا معرفة أماكن عربات التبرع بالدم اللي هي العربات المتنقلة. نعم. وأيضا يقدم التطبيق فحص مبدئي للمتبرع، حيث المتبرع ما يتعب يروح إلى بنك الدم في حال اكتشف أنه غير مؤهل لسبب ما. برضو التطبيق يذكر المتبرع إذا كان مؤهل مرة ثانية للتبرع. يعني انتم قاعدين تعطون معلومات بيسك يعني او اساسيه استاذ مشاري، فعلا تشكرون على هالمبادره الجميله، لكن اللي نبغى نعرفه اليه العمل بين يعني من هذا التطبيق والمتبرع والمراكز والمستشفيات بشكل عام، ايش الاليه؟ ممتاز. اليوم عندنا خدمه نقدمها، واحده للمتبرعين والثانيه لبنوك الدم. اليوم جميع بنوك الدم في السعوديه مرتبطه بمنصه وتين. فمن خلالها في حال أي بنك دم في السعودية يحتاج إلى متبرعين فصيلة معينة، يفتح المنصة ويطلب العدد اللي يحتاجه بالفصيلة اللي هو يحتاجها. الشعار هذا راح يوصل لجميع المتبرعين اللي في نفس المدينة بنفس الفصيلة مؤهلين للتبرع. عند بنك الدم الفلاني محتاج تبرعكم، يحجزون موعد يتوجهون يتبرعون. حلو. جميل. لكن أخ مشاري إحنا الآن يعني بنمر بظروف كورونا ووضع كورونا، هل في إجراءات متبعة في مراكز التبرع بالدم حول كورونا؟ أي نعم، هو للأمانة بنوك الدم سابقا يهمها سلامة المتبرع بشكل كبير. نعم. فمن قبل بنوك الدم مهتمة بالمتبرع من دخوله من باب البنك إلى خروجه. الفترة هذه مع انتشار كورونا بنوك الدم شددت الاحترازات هذا الصوت، فبنوك الدم جدا آمن للمتبرعين. ممكن اللي راح يتبرع خلال الفترة الماضية يلاحظون إن مجرد ما تدخل مع باب البنك راح يتم يعني إرشاد المتبرع التعقيم ولبس الكمام. جميع الأماكن داخل البنك تعقم باستمرار بشكل دوري فور انتهاء المتبرع أو قبل التبرع. فالأمان عالي جدا داخل بنوك الدم ولله الحمد، وهذا هو عمل موظفين بنوك الدم مشكورين مهتمين جدا في سلامة المتبرع الآن أو من قبل. نعم. طب يعني أستاذ مشاري خلينا شوي نتكلم عن هذه الثقافة للأمانة، يعني هل أنت تشوف في الفترة الأخيرة صار في وعي أكثر بخصوص التبرع بالدم؟ فعلا للأمانة، خصوصا الفترة هذه الأخيرة ممكن كثير يتطور. نعم. إن خلال أزمة كورونا قل عدد المتبرعين بشكل كبير. نعم. لكن للأمانة اللي صار عكس ذلك تماما، بنوك الدم ولله الحمد قاعدة تحصل عدد كافي من المتبرعين،
الإقبال خلال الفترة الماضية كان أكبر من السابق. برضو المجتمع يوم عن يوم قاعدة تكبر الشريحة هذه لشريحة المتبرعين بالدم. فالحمد لله وصلنا يعني إلى أرقام جميلة جدا في المنصة. نتكلم عن أكثر من 320 ألف مستخدم للتطبيق، عن أكثر من 635 ألف تبرع مسجل في التطبيق. أيضا خلال الفترة القصيرة هذه 3 شهور تم حجز أكثر من 120 ألف موعد. ما شاء الله، وهذا شيء جميل وتشكرون أكيد عليه السادة مشاري المالكي. شكرا لك وشكرا لهذه المداخلة الجميلة، وبالتوفيق إن شاء الله لكم في هذه الحملة الرائعة. طبعا مشاهدينا، احنا برنامج سيدتي اليوم يحتفل بتكليف الدكتورة أروى الثقفي نائبا للرئيس الابتكار، الذي حيث أعلنت شركة وادي طيبة عن تعيين الدكتورة أروى الثقفي على وظيفة نائب الرئيس للابتكار، ويأتي ذلك نتيجة النجاحات التي حققتها الدكتورة أروى خلال مسيرتها المهنية، وتأكيدا على تمكين القيادات السعودية من المناصب القيادية. اسمحوا لي نرحب بالدكتورة أروى الثقفي عبر الهاتف. يا أهلا وسهلا فيك وألف ألف مبروك. أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله، وسعيدة بتواجدي اليوم معكم، والله يبارك فيكم وشكرا على هذه المبادرة. يعني دكتورة أروى، أنت من الكفاءات الوطنية اللي تميزت في مجال الابتكار بشكل عام وفي الانترنت طبعا أشياء، وكمان الذكاء الاصطناعي. نبغى نعرف نبذة مختصرة عن شركة الابتكار والمجالات واختصاصاتها. طبعا شركة وادي طيبة شركة متواجدة في المدينة المنورة. نعم. هي تعتبر الذراع الاستثماري للجامعة طيبة، متخصصة في الابتكار الرقمي في التقنية المختلفة، تقنية انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي وتطوير الألعاب. من خلال شركة طيبة نقدم العديد من الخدمات، منها التدريب والتعليم، ومنها تطوير المنتجات طبعا على حسب احتياج العميل، والاستشارات في المجالات التقنيات الناشئة التي تم اتفاقها. حلو. دكتورة أروى، يعني كيف تشوفي مستقبل تمكين المرأة السعودية في مجال الابتكار؟ طبعا أول شيء نشكر حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد على دعمهم اللامحدود بداية من تمكين المرأة ووجودها في رؤية 2030 والتحول الرقمي. طبعا المبادرات الضخمة اللي قدمها الوطن الغالي في مجال تمكين المرأة، بداية من إشراكها في وضع الرؤية الإدارية أو الريادية والتقنية، وتقديم حلول رقمية مختلفة. من هنا بدأ التركيز أو بدأ ظهور المرأة في المجال الابتكاري الرقمي. وطبعا كل مشاركة المرأة كما أثبتت اللي هي مجموعة 20، مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت بنسبة 7%، مما يدل على استجابتها لفرص سوق العمل. وطبعا سوق العمل الآن هي متطلباته في مجال التقنيات الناشئة والابتكار في التقنيات الناشئة، فهذا اللي قمنا به في شركة وادي طيبة، اللي هو إعداد البرامج متماشية مع رؤية المملكة، هدفها تلبية احتياجات التنمية الوطنية من إعداد برامج تدريبية في التقنيات الناشئة، تنمية المهارات التقنية أو بناء الثقة في الأجيال القادمة. فمشيني لو أذكر بعض البرامج اللي قمنا فيها في خلال الفترة أو السنتين الماضية، اللي هو برنامج التدريب الصيفي للعدد المتقدمين فيه كان فوق 2026 متقدم. قبلنا منهم تقريبا 25 متدرب في التقنيات الناشئة المختلفة. الهدف منها أو المخرج الأساسي منها هو التوظيف المخرجات في مشاريع لعدد من الجهات، سواء كانت جهات كعلم
في مجال اللي هو تقنية في مجال عفوا البلوك تشين وكيفية تمكين هذه التقنية في الحلول الذكية، وشركة هواوي باستخدام تقنية الإنترنت الأشياء والصدارة أيضا في الاستخدامات الصناعية. هذه أحد المخرجات كان توظيف الطلاب أو المتدربين الموجودين فيها اشتغل على هذه المشاريع، ومن هنا بدأ موضوع اللي هو تمكين توظيف وتمكين هذه القدرات. المخرج الثاني كان اشتغلوا المتدربين على شركاتهم الخاصة، ومن هنا بدأ الأثر إن إحنا نبغى نزيد اللي هو بناء اقتصاد مستدام مرن عن طريق البرامج التدريبية وتسعيد دور التدريب. الله يا سلام عليك. يعني دكتورة ما شاء الله عليك، يعني أبدعتي مجرد يعني كلامك عن الموضوع فعلا أكبر دافع للمرأة السعودية والبنت والشابة السعودية أنها إن شاء الله تطمح للأفضل، تطمح للأقوى، تطمح أنها تمسك إن شاء الله مناصب قيادية ويكون فيها تطور وفيها إن شاء الله تماشي أكيد خطط، ويعني يكون مع رؤية 2030 مثل ما ذكرتي، وهذا شيء إحنا نفتخر فيه. شكرا لك وشكرا لهذه المداخلة. أكيد مشاهدينا مكملين معاكم فقرات سيدتي، لكن بعد هذا الفاصل. دائما المشاهير أو الفعالين على السوشيال ميديا بشكل عام يتم اتهامهم بأنهم يدعون المثالية والتصنع، وهذا طبعا كلام ما هو دائما يكون صحيح. اليوم معانا نموذج جميل لسيدة سعودية أسرت القلوب بلهجتها اللطيفة وحكاياتها العفوية وكاريزمتها اللي تجنن. طبعا خلونا نرحب معاكم بضيفتنا الأستاذة كريمان صاحبة العبارة المشهورة يا سيدي ويا ستي. يا هلا وسهلا فيك يا كريمان. أهلا فيك يا حبيبتي، مرحبا. طبعا بداية نبغى يعني هو شوف الحب من الله، يعني الحب من الله، ما حد يقول لك أنا أسوي شيء عشان الناس تحبني، لا الحب من الله، لكن الكاريزما هذا شيء يعني مو الكل يكون كمان عنده، فاحنا نبغى نعرف كريمان يعني الكاريزما حقتك هذه ايش سرها؟ وكيف صارت تطلع معك بعفويه كذا عند الكاميرا؟ عارفه يقولوا زمان اللي يطلع اللي ينقل من القلب يطلع على الوجه، صح؟ صح 100%. فانا بقول اي شيء كذا بقوله زي ما انا عايشه وبتكلم كذا من قلبي، فما عندي شيء معين ألفه يعني. يعني مش تمثيل، يعني كثير من ممكن السوشيال ميديا يكون عندهم سكريبت كأنه داخل مسلسل أو فيلم، وعادي هذا شيء، هذا شغلهم في النهاية ما هو عيب، لكن ممكن حتى صح. يكتب الكلام لدرجة أنه يقول عند هذا الكلمة في ضحكة لهالدرجة. لا ما تيجي. فإيش رأيك؟ يختي عليك يا أبي. شوفي أنا عمري ما أعرف أتكلم. إيه. لا أنت اللي قلبك على لسانك. أيوة. وكمان في حاجة إنه مثلاً إذا بدي أضحك هضحك، أبكي تلاقيني على طول اشتغلت الوايد اشتغل حقي وببكي. فما أعرف أرتب الأمور، حتى ما أعرف أقرأ من ورقة كده وأقول لك اللي في قلبي، ما هيطلع مني حلو. صح، لأن الإنسان البسيط، الإنسان المتواضع، الإنسان النظيف الطيب ما في بينه وبين الناس حواجز، وما شاء الله يعني هذا الطيبة وهذا القلب الطيب عشان كده وصلت لقلوب كثير من الناس. لكن بدايتك في السوشيال ميديا فيها قصة، أنا شخصيا أعرف القصة لأن هو ده الفيديو اللي خلاني أتابعك، ولكن قولي لنا إيش القصة، إيش كيف كانت البداية في السوشيال ميديا؟ أصلاً أنا في السوشيال ميديا طول عمري في كل أشياء مفتوحة، السناب، إنستغرام، أعرف إنه اسمه إنستغرام بس أحب أدلعه. أيوة. كله أنا مفتوح عندي. فأنا مرة كنت في السيارة وقاعدة أكل وأنا دوبي مكممة لي شهر ونص تقريباً كنت. أيوة. فقاعدة أكل وصل عيش لأني بجوع. واحد قاعد يقول لي أنت سوي لي. قاعد يقول لي دحين أنا في الإشارة يعني. أيوة. فأنا طالعت كده نعم يا قلبي إيش فيه؟ ما أكل يعني؟ أنا إنسان عادي أكل زي الناس. وفعلا رديتي عليه كريمان، رديتي على الشخص هذا ولا ما أعطيتي رياكشن؟ لا بعد قعدت أضحك. أي وأكيد إنه يعني أنا لما يعني مثلا ألاقي مواقف غريبة
اضحك. لا هو صح الموقف يضحك يعني، يعني انا انسان باكل بغض النظر عن يعني هم كانوا بيتنمروا عليك انه ما شاء الله خدود وبتاكل وما ادري ايه، عادي ترى تاكل هذا شيء طبيعي يعني. فالله يسعدك، يمكن هذا الفيديو اللي وصل لقلوب الناس بكل عفويه، ووجهك الحلو اللي زي القمر ما شاء الله اللي كذا الطفولي البريء. الله يسعدك يا كريمان. أضحك مراج كمان ومسكر على فكرة ما تسويها. لا ما تسويها، دائما معروف عنك تطلعي بالشراشف الملونة، عاد أم الشراشف عندك ما شاء الله أشكال وألوان روعة. أي والله. الله يسعدك كريمان. طيب يعني نتكلم عن الناس، وزي ما قالت قبل شوي ريم كلمة تنمر، هذا شيء طبيعي. شوفي بغض النظر الواحد توه داخل السوشيال ميديا أو له سنين أو له اسم أو ماله، صح الناس راح تتنمر، راح تتنمر مهما كنت. لكن الأشخاص من يعني اللي شفناه إن الأشخاص العفويين خصوصاً يتنمر عليهم أكثر، لأنهم طبيعيين والناس تعودت تشوف كاريزما معينة على السوشيال ميديا، الناس تعودت تشوف لايف ستايل معين، مثالية لايف ستايل معين. يعني عادي أنا ممكن أجلس على الأرض أكل، إيش المشكلة؟ ليه زعلانين؟ لا تجي تقول لك أنت مثلاً كيف تاكلين على الأرض على سبيل المثال. صح، ففي ناس كذا. فأنت إيش رأيك بهذا الموضوع، موضوع التنمر والناس اللي تعودت أنها تشوف يعني لايف ستايل معين على السوشيال ميديا؟ أنا عندي وجهة نظر مختلفة. جميل. يعني أنا بالنسبة لي إذا أحد تنمر علي أرد عليه بطريقتي، فيها الضحك، فيها دريقة، فيها مزح. الشخص اللي قدامي حينكسف. صح صح صادقة. وإحنا حتى لو أنا مثلا ناس يحبوني، بس أنا كان كمان عندي ناس ما يحبوني، الشيء طبيعي. صح كلامك. فأنا دائما أقول لهم لا تحبوني بس احترموني. صح مظبوط كلامك، وهذا المطلوب. وتبوا تتنمروا علي، ده أنا أرد عليكم برد يموت ضحك وتحتنبسطوا مرة. يعني ماشي على مبدأ اللي يقتلك بالسم أقتله بالعسل. صح السكر. ايوه طبعا. كريمان يعني ما شاء الله دائما تفتح الانستغرام لايف وتقولي يلا تعالوا الساعه الفلانيه. الاحظ فيك ايام الاختبارات كنت دائما تنصح الطلبه والطالبات وتقدمي لهم نصايح، وبرضه للوالدين تقولي لهم خفوا عنهم شويه، اتذكر هذا الكلام كله. لكن بصفه عامه ايش المواضيع اللي تحبي تطرحيها وتقدميها لجمهورك او متابعينك؟ شوفي انا كل يوم في الانستغرام عندي موضوع حلو، يوم رضا الوالدين، يوم للتوحد والداون، يوم لحريم العيال أمهات الجوز، يوم للحرمة وجوزها، يوم للبزورة ونغني ونرقص وكل شيء. مثلا اليوم أنا عندي لايف لحمودة. محمد قاري هو ولد ما شاء الله تبارك الله، إيش يقولوا عليه، فايتر، يعني محارب ما شاء الله، زرع كلى مرتين ما شاء الله، وعنده محل صغير فأنا مرة أحبه. واليوم عندي لايف عن محمد وعن الأمل. الله عليك. كيف قدر يوقف على رجله؟ نعم، يعني نفهم من كلامك أنك محفزة، إنسانة إيجابية ومقتنعة وجالسة تحاول توصل هذه الرسالة للناس بطريقة عفوية ومضحكة إن شاء الله. وهذا أقرب شيء للقلب للأمانة. لكن كمان نعرف في معلومة نعرفها كريمان، أنه أنت تشتغلين ومسجلة بالأصح في بعض تطبيقات التوصيل. كابتن ما شاء الله. ما شاء الله عليك كابتن يعني. فنبغى نعرف يعني أكيد ما مر عليك مواقف مضحكة، مواقف غريبة، ردود أفعال، بما أنك سيدة ويعني في السعودية، وهذا شيء يمكن شوي جديد علينا، جديد على الناس وعلى المجتمع بشكل عام. بس حكين إيش قد صار معك؟ أول ما اشتغلت، أول يوم بقول بسم الله. حلو. فركبوا معايا بنات سؤال كده، فأنا طالعت كده حسبتها زي بنتي جمانة يعني. قالوا لي خالص ممكن تشغلي لنا المسج النورقوت؟ أبشري والله، أبشري. طيب. أنا من أثر الصدمة نسيت أحط ستار، ما بدأت أصلاً الرحلة. كمان. ماشية. والبنات رقصوا أغاني وكده. وانا فاهم كل في قلبي يعني جمانه لو ركبت مع كريم حتطقطق الطقطق وترقص زي كذا جمانه، يعني انا ببالي كل ببالي جمانه. اي لما وصلنا في واحده، هذه فيها موقف كمان، في واحده من البنات طالعه فيها قالت لي
خالة أنت عندك بنت اسمها جمانة؟ قلت لها أيوه. قالت لي زميلتي في المدرسة. ما شاء الله. عارفة إيش اللي جاب بالي؟ أيوه. إنه بنتي تستعير مني. ليه جا في بالك كده؟ وبنتي تتضايق. خفت جيل مختلف. لكن هذا ما هو حقيقي. هقول لك ليش؟ طيب. لا طبعا مو حقيقي أبدا. أيوه طبعا. لما رجعت البيت وبقول لجمانة ماما كده 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 صار معايا، قلت لي ماما أنا فخورة فيكي. الله الله يخليها ليك يا رب. أدتني يا رب، أدتني دافع إني ما تخيلي. أحكيكي بسرعة كده عشان ما في وقت أكيد. أيوه. مرة طلع معايا كابتن طيران هو نيوزلندي، فبدأ ده طلع المطار عشان عنده رحلة. أيوه. طبعا طول الطريق بيضحك هو دبدوب كده زي ضحك ومزح ونهرج. عبال ما وصلت المطار اداني 10 ريال بخشيش. جاءوا يا سلام يا عيني. الله يعني أبلة كريمان إحنا كلنا نفتخر فيكي، سيدة سعودية محترمة دائما تطلق الطاقة الإيجابية في المجتمع، مو بس جمانة الله يخليها ليكي، إحنا كلنا فخورين بيكي، مكافحة بتعتمدي على نفسك، ما وقفتك الحياة أو ظروف الحياة ولا اتحطمتي زي كثير وخبطت على راسك وقلتي خلاص نصيبي في الدنيا كده، لا بالعكس كافحتي واستمريتي وبتعطي، وهذا الشيء اللي سبحان الله ربنا فتح لك أبواب رزقه بسبب عفويتك ومحبة الناس ليك، وهذا الشيء اللي وصلك للناس عفويتك وطيبة قلبك وما تلبسي ما في قناع، هذه أنت حقيقة اللي يشوفك أنت كابتن زي ما أنت في البيت زي ما أنت في الشارع مع الناس، يعني سبحان الله يعني كيف وصلت لهذه الشهرة. طيب أبغى أسألك يا كريمان، يعني ما شاء الله الآن أنت واصلة لمستوى حلو من الشهرة ومستوى حلو من محبة الناس ليك، هل تطمحي أنك يعني تقدمي مثلا تكوني مثلا في الإعلام أكثر، يكون لك برنامج اجتماعي، إيش طموحك؟ أشوفي أنا نفسي أمثل دور يعني تمثيلية، دور أكون فيها أم. أيوة. وأتكلم عن البر. الله. ونفسي أقدم برنامج، البرنامج ده يكون للكبار والصغار، الأطفال مرة والشباب والمراهقين كله يعني. صح. كيف نوصل لحل؟ إنه أولاً نكون راضين باللي كتب رب علينا خير أو شر، ورب ما يكتب شر أبداً. صح. كيف نكون بارين بأمنا وأبونا لأنه وجودهم كفاية. كيف تحني على ولدك الصغير أو أي ولد من الشارع صغير؟ كيف تصاحب المراهق؟ كيف تكوني كبيرة مع الست والسيدة الكبار؟ كيف تقدري تجمعي هذا كلها في بني آدم واحد؟ الله يسعدك. الله يسعدك، وهذا اللي بتحاول انك تسويه وتقدميه من خلال منصتك في السوشيال ميديا، يديك العافيه أبلة كريمان، وانا مستمره اتابعك وكثير ناس ما شاء الله بيتابعوك بسبب الطاقه الايجابيه وحلاوه روحك وعفويتك، الله يسعدك يا رب، وان شاء الله تحققي طموحك. كانت معانا كريمان الغامدي عبر سكايب من جده، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا. مشاهدينا احنا مكملين فقراتنا ولكن انتظرونا بعد الفاصل. طبعا المكياج او الميك اب بشكل عام ما صار مقتصر على البنات بس، وما صار مقتصر على الجمال بس، وما صار حاجه تستخدم في البيوت، بالعكس بدينا نشوف في الاونه الاخيره تنافس كبير بين الشباب والبنات في فن المكياج السينمائي تحديدا، وكل واحد له طريقته اللي تميزه عن غيره. وطبعا اليوم نبغى نشوف لطيفة إسماعيل اللي نجحت طبعا في هذا المجال ومتخصصة في فن المكياج السينمائي. يا هلا وسهلا فيك يا لطيفة. أهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. طبعا أول شيء شكرا لك على يعني مشاركتنا تجربتك وانطلاقتك، لذلك احنا نبغى نسألك في البداية كيف دخلتي مجال المكياج السينمائي؟ بدأت في 2017 قبل 4 سنوات، كان وقتها عندي مشكلة في بيوتي ميك اب، فأنا كنت مرة أحب الميك اب، كنت أعرف إيش هو من قبل المكياج السينمائي، فقلت ما دام إنه أنا يعني أعرفه ليه ما أجربه، وجربت ولقيت دعم كبير من كل اللي حواليا في هذا الموضوع. الله حلو. طب إيش أنواع المكياج السينمائي اللي أنت محترفة فيه أو أنت تمارسيه؟
احب من 4 سنوات وانا احب اسوي المكياج الدموي اللي هو يكون جروح وفي الواقعيه تقريبا. اما المكياج الفانتازي هذه السنه حبيت اتعمق فيه اكثر اللي هو الرسم على الوجوه. طب واجهتي صعوبة لطيفة؟ يعني لما جيتي تعلمتي طبعا انقطع الاتصال مع لطيفة ان شاء الله شوي ويرجع، لكن ريم يعني الأمانة هل قد شفتي فيلم وكذا وتحسي نفسك انه يوجع هو اصلا ما هو حقيقي؟ إلا اقتنع كثير، اقتنع مرة، وبالذات من احنا صارنا من نتفرج افلام مرعبة وفيها دم وتقطيع وزي كذا، يعني المفروض احنا ما نتفرج بس عاد تفرجنا ونتأثر طبعا قديش مهم انه يخلي المشاهد يصدق اللي يصدق اللي قاعد يصير بالفعل. يعني احنا نبغى نسألك عن هذه النقطة لطيفة اللي هي الاقناع. ما هو سهل انك تقنع اللي قدامك انه هذا دم حقيقي او هذا جرح حقيقي او ايا كان، فكيف وصلتي لهالمرحلة ما شاء الله؟ سمعتنا لطيفة؟ ايش كان سؤالك؟ الاقناع، كنت اسالك على درجة الاقناع، كيف تقنعين المشاهد ان فعلا هذا جرح وهذا دم كأنه حقيقي؟ يعني هذا ما هو شيء سهل، فكيف يعني من اللي علمك او يعني ايش الطريقة اللي تعلمتي فيها؟ أول شيء تعلمت الأساسيات من محركات البحث، وبعدين بدأت أدرب نفسي وأشوف إيش أخطائي وكذا. فأهم شيء عشان يبين واقعية العمل إنه نعرف مثلاً هذا الجرح إيش كان سببه، من إيش جاني هذا الجرح. مثلاً في أماكن يكون فيها اللون الدم فاتح، في أماكن يكون فيها اللون الدم داكن، فهكذا. فنحن نعرف ونشوف كمان مثلاً كتب تشريح في مكان معين فيها ونحاول نطلعها في أفضل صورة. يعني طيب يعني يبغالك قلب قوي يعني عشان تشوفي عمليات حقيقية أو حوادث حقيقية عشان تعرف التفاصيل اللي حاصل في الكت أو في القطع أو في الجرح. ما شاء الله عليك. أيوة بالعكس، هذا شيء جميل علشان أشوف الواقعية، يعني شيء رائع يعني. طيب كيف طورتي نفسك؟ يعني انت بتقولي انك اتعلمتي اصلا عندك الموهبه والهوايه وتعلمتي عن طريق النت، بداتي تبحثي وتدوري، ولكن الادوات المستخدمه من فين تجيبيها؟ كيف بتلاقيها؟ كيف بتصنعيها؟ ايوه الادوات هذه المستخدمه تكون بدائل، طيب، او نطلبها من امازون او اي مكان نقدر نطلبها فيها. فالبدائل هذه تلاقوها برضه في اليوتيوب، في اي مكان، في محركات البحث نسويها في البيت، وهي جدا سهله، يعني زي الدقيق والفازلين نسوي يعني عجينه للجلد الصناعي، او الدم ملون طعام. في اكثر من طريقه نعمل فيها بدائل للميك اب الصناعي. يعني بصراحة يعني أنت ذكرتيني وأنت قاعدة تكلمين تقولي الفازلين والدقيق وأشياء غريبة الواحد ممكن ما يتوقعها أنها تكون موجودة. الأمانة مرة شفت فيديو من أحد الأفلام العالمية المعروفة جدا، شخصيات ممكن الممثل جلس على الكرسي بما يقارب 12 ساعة مكياج. يا الله، 12 ساعة من غير ما يتحرك، يعني بريك يروح شوي يرجع. فهل فعلا تستغرق هذا الوقت خصوصا إذا بتسوي شخصية؟ ايوه، هو صراحة ممكن يوصل 14، ممكن يوصل 18 ساعة كمان، يعني بيوصل ساعات طويلة علشان نحاول نبين واقعية العمل، نحاول نغير مثلا شكل الممثل او الموديل اللي معانا. فبيوصل لساعات طويلة، حتى القطع حقت التشريح اللي المكياج الدموي توصل 6-4 ساعات ونحن ننحت فيها وبعدين نركبها. أنا مرة تحمست أشوف شغلك يا لطيفة، وما أدري إذا عندنا صور، أتمنى أنهم ما يعرضوها، لكن هذا المجال، لا، هذه من أعمالك يا لطيفة؟ معقول؟ يعني ما شاء الله عليك، شيء مقنع يعني ما شاء الله كثير. ولكن يعني اليوم صار عندنا ما شاء الله ده المجال، في إقبال من الشباب من البنات عندنا في السعودية خصوصا المكياج السينمائي. ايش طموحكم؟ ايش ودكم؟ كيف ممكن نستفاد منكم؟ انتم الان فنانين ما شاء الله عددكم حلو، ما شاء الله بتمارسوا هذا الفن الجميل، كيف ممكن نستفاد من مهارتكم؟ في الافلام، افلام قصيره او الافلام العاديه، في مقاطع التوعيه، ممكن التوعيه ضد العنف ضد الطفل، العنف ضد المراه، وهذه الاشياء ممكن نستفيد برضو فيها بالميك اب السينمائي.
ايوه نعم. انت شاركتي في حاجات، شاركتي في اعمال، شاركتي في مسلسل؟ لين دحين لا ما شاركت في شيء، بس ان شاء الله القادم. بس يعني ايش الصعوبه اللي ممكن تكون عدم سبب مشاركتك برغم انهم في اعمال عندنا لو بيستعينوا من فنانين من الخارج؟ طب احنا عندنا فنانين في البلد، هل لصعوبه مثلا معرفتكم او التواصل معكم او انه اصلا ما يعرفوا انه ترى عندنا شباب متمرسين في هذا الفن؟ ما في صعوبة بالتواصل معنا، نحن دائما ننشر أعمالنا ونوري الجميع أعمالنا، بس إنه ما يعني ما يشتغلوا بالكوادر السعودية عندنا، بيحبوا إنه يجيبوا ناس من برا يفكروا إنهم أفضل مننا، مع إنه نحن أعمالنا حلوة كمان. لا لا ان شاء الله رح تتغير هذه النظر ويتغير هذا الموضوع بوجودكم ما شاء الله وشطارتكم، وبنشوف على ارض الواقع وبنشوف ما شاء الله الابداع اللي بتقدر تسووه. ما شاء الله عليك لطيفه، يعني فعلا شفنا بعض الصور للامانه انا خفت خفت لان شكلها كانها حقيقي يعني. جدا جدا يعني شكلها جدا مقنع ما شاء الله عليك، يعني وحتى مع سنك الصغير يعني واضح انه انت شاده حيلك، يعني زي هذه الصوره للامانه ماني قادره اناظر فيها دود أنا عارفة ما بقدر أطالع فيها أوكي. لكن لطيفة يعني إحنا نبغى نعرف خصوصا اللي على الوجه، خليك مثلا من الجسم بشكل عام، الوجه هل في أضرار ممكن أن تصير خصوصا بعد ما يتكرر الموضوع كثير على نفس الشخص، على البشرة مثلا أو صحة الإنسان؟ اهم شيء في الميك اب يكون الميك اب اصلي مو تقليد، دحين احنا صرنا في عالم مليان يعني ميك اب تقليد، فالميك اب التقليد مره مضر على البشره، لازم ننتبه انه يكون اصلي. ثاني حاجه قبل ما يعني لما نشتري اي ميك اب نجربه حتى لو كان بدائل، حتى هذه البدائل ممكن تضر بالبشره، نجربه على بشرتنا قبل اي شيء، ممكن يسبب احمرار، ممكن بقع، ممكن يحرقنا، فنوقف هذا الشيء، ممكن يناسب فنان او مشهوره، ممكن ما يناسبني انا. فلازم اهم شيء نجربها والعنايه المستمره بالبشره. نعم. طيب لطيفه احنا شفنا اللي هو المكياج السينمائي، ابغى اسالك عن المكياج الابداعي الثاني اللي بتسويه اللي هو فيه ثيمات من مواضيع معينه، ما شاء الله كان جدا حلو كده ثلاثي الابعاد، في ثيمات مختلفه، هذا الفن تحديدا كيف تعلمتي له وكيف وصلت لهذه الاحترافيه؟ الرسم يعني عموما لازم له تدريب، ما في شيء ما يحتاج له تدريب، فمثلا الظل وهذه الاشياء كلها لازم نقعد نعيد ونتدرب عليها اكثر من مره، فقبل ما اصلا ما ارسم هذا كان لي تدريبات كمان قديمه وكنت قاعده اتدرب طول فتره الحجر. ما شاء الله عليك يا لطيفة، من جد أنت عندك موهبة وإبداع وممكن نستفاد منك مثلا في شو أو عرض أزياء ترسمي على وجوه العارضات نفس الثيم أو شكل مختلف، دائما أتخيل دائما ما خيالي مع الفنانين خيال خصب. لطيفة شكرا لك لطيفة إسماعيل الفنانة التشكيلية وفنانة المكياج السينمائي، شكرا لك وكل التوفيق لك وشكرا لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا انتظرونا ومكملين معكم فقرة برنامجنا ولكن بعد الفاصل. لا تزال عجلة الحياة مستمرة في زمن الكورونا، وفرحة العيد كانت حاضرة في الواقع وفي العالم الافتراضي كمان، ومنها الفرحة والتواصل بين أبناء المملكة، شهدنا العديد من المبادرات التطوعية وكان من ضمنها مبادرة ريادية اللي أثبتت أن العمل للوصول إلى مشاريع مثمرة تخدم البشرية لا أكيد لا توقفه كورونا. خلونا نشوف هذا المقطع وأكيد راجعين. حسن grade 7 for science for national school Dammam Saudi Arabia. هل عام وانت بخير. To my mom in Australia, I miss you so much. To Jan and Abstam. And to my dad, family and friends, I hope all of you are staying home and staying safe. Enjoy your Eid everyone. This is Jane wishing everyone a happy Eid. Eid Mubarak. Hi from Australia. دعاء جمال الحداد. مبتعثة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين Event Management at La Trobe University Melbourne. أحب أهني وطن المملكة العربية السعودية كل عام وأنتم بخير.
الله، يعني فعلا مبادرة جميلة. طبعا صاحبة هذه المبادرة من لندن الباحثة في جامعة تريدينغ البريطانية ريحان حداد، والحداد عفوا، وكمان يعني هذا شيء جدا جميل، وإحنا نبغى نتكلم معها ونسألها عن هذه المبادرة في كسر جمود جائحة كورونا، خصوصا طبعا ريادية مؤسسة غير ربحية جسدتها من خلال هذه الفكرة التطوعية. يا هلا وسهلا فيك، أكيد نرحب فيك يا ريحان. اهلا وسهلا، اهلا ومرحبا، شكرا سيدتي ورسالة خليجية للاستضافة، بالاخص ريم بساتي، اهلا وسهلا. هلا وسهلا بك يا هلا وسهلا فيك. طيب ريحان، كلمينا عن هذه المبادرة وايش فكرتها؟ اول شيء حابة اسلم على ريم بساتي، جمعتني فيك ذكرى جميلة جدا في بي بي سي تقريبا 2016. صحيح صح. كانت فرصة جميلة في مرحلة كتابي لكتاب رسالة خطية للملك سلمان حفظه الله ورعاه. الله. أتذكرين ذلك؟ طبعا طبعا اتذكر. ريحان ما شاء الله انت من ما شاء الله من المبتعثين السعوديين اللي دائما لهم يعني اعمال تطوعيه ودائما حاضرين في المحافل السعوديه والدوليه، ودائما تحرصي انه يكون اسم المملكه العربيه السعوديه متواجد وعالي، وصراحه انت كنت تمثلي وما زلت تمثلي المملكه العربيه السعوديه كطالبه مبتعثه خير تمثيل يا ريحان. طبعا صحيح، الحمد لله على خير رب، الحمد لله هذا الفضل. طبعا انت ايضا انت مثال جدا رائع، انا شفته للطالبه الجميله اللي تخرجت من بريطانيا وتزوجت، وايضا كونتي كمان علاقات جدا جميله بالاعلام، فانت تقريبا انا معك في نفس الرحله. الله يسعدك ريحان. ريحان نبغى نتكلم عن المبادره اللي سويتيها رياديه، كلمينا عنها اكثر. ريادية هي كوكبة مبتعثين مهنيين أكاديميين، تكونت من تقريبا من خلال 10 سنوات كتجارب ريادية بمعظم محافل بريطانيا بالمملكة المتحدة. تكونت من مجموعة مبتعثين حول العالم، تكونت الآن أطلقت ريادية بالعيد الافتراضي العالمي اللي هو تقريبا في 24 مايو. صحيح. ولكن ريادية لها تاريخ أكثر من 10 سنوات في 7 مسارات تقريبا، تبدأ من مسار التعليم وتنتهي بمسار الترفيه. إذا في مجال ودي أطرح 7 مسارات. تفضلي. طيب، 7 مسارات هي أول شيء تبدأ بالتعليم. مثلا نبدأ بالطالب مثلا الآن في كامبريدج بدأ الدراسة أونلاين، هذه تعتبر فرصة جميلة ذهبية للطالب. نبدأ نشجع الطالب. في كمان عندنا تعاقدات مع أكثر من مؤسسة تعليمية بدول العالم، بأستراليا، بأمريكا، بما أن احنا مبتعثين. ريادية أيضا عندها العمل والعمال، تخصص ريادية الأصلي هو أساسا العمل والعمال والإجازة الأبوة لأنها طالبة دكتوراه، فمهتمة بإجازة الأبوة بالبنك الدولي وأيضا بمنظمة الصحة منظمة العمل العالمية. أيضا مثلا الصحة والرياضة، الصحة الريادية كان لها باع طويل جدا في مجال الصحة وخدمة المرضى في UK خلال 10 سنوات الماضية، من ناحية التعامل مع الانترناشونال ريليشنز في المستشفيات الكبرى في بريطانيا. ايضا سبورتس مثلا الرياضه اللي هي رجبي، كريكت، تدريب رياضيه، كانت لها تجربه طويله جدا مع بريتش تشامبر اوف كوميرس في اكثر من هذه المحافل، ورياضيه تطمح وتتمنى تطوير المبتعثين الجدد بدخولهم في رياضات جديده وخاصه منهم المراه. ايضا الاويل اند جاز والبتروكيميكال والغاز، وعندنا الريال استيت والاستثمار العقاري والريال استيت والاستثمار في بريطانيا، ايضا في الناحيه الرياضيه عبقرية تطوعية. وأيضا عندنا في مجال الترفيه طبعا تطمح ريادية أن تكون سياحة افتراضية تمثل المملكة العربية السعودية، تدخلين على السياحة الافتراضية، نقدر نزور كل أماكن المملكة من خلال السياحة الافتراضية. الله. الأساس في كل هذه المنصة أساسا هي أساسها منصة افتراضية، تكونت ليس فقط من ريحان، تكونت من مجموعة عباقرة، وأتمنى تعطوني دقيقة الآن أتكلم بعد ما السؤال الثاني عن الفريق الرائع جدا اللي ساعدني لأنشان ريادية. الله عليك، يعني ما شاء الله ريحان، حبيت حس الوطنية فيك، وأن أنت حابة تعرفين المملكة العربية السعودية بثقافتها بمجتمعها للعالم بشكل عام. حلو،
جدا حلو، يعني شيء جديد وفكرة جميلة، واحنا نتمنى لك كل التوفيق. لكن خلينا نتكلم عن المشاركين معكم، كم عددهم وكم دولة مشاركة معك؟ ما شاء الله الدول اللي حضرت ما شاء الله تبارك الله تقريبا ما يقارب يمكن 40 دولة ما شاء الله. حضرت معانا دول الخليج، وحضروا معانا استراليا وكندا وايضا نيوزيلند وامريكا والبحرين والكويت وعوائل مثلا من العوائل المالكة ايضا، وايضا طلاب. الحلو في الموضوع في مناسبة العيد اصبحت مناسبة وطنية عيدية، يعني صارت مبتعثين وذويهم. صح. فكانت المفروض انها تاخذ 3 ساعات، اخذت 4 ساعات. حلو. وجميلة جدا، لو تشوفوها لايف موجودة في تويتر لايف، حطيناها موجودة الى الان تقدر تدخلي عليها. الجميل فيها انه لاول مرة انه احنا كمبتعثين نقابل اهلنا في نفس الوقت. زي قبل شوي الفيديو اللي انتم عرضتوه، هذه استرالية وبنتها بالسعودية. حلو. فجميل جدا ان احنا شفنا الام والاب يعيدوا على بعضهم، وهذا طبعا انا حتكمل بعيدين، حتكمل طبعا بعيد الحج حياكم الله. واس بي سي كانت راعي جميل جدا في هذا الحفل لحفل العيد، والان عيد الحج انتم حياكم الله ايضا. اكيد. عيد الحج واليوم الوطني. نعم. ورؤية الريادية هي السياحة، يعني طبعا زي ما تفضلت قبل، هي السياحة الافتراضية والمعالم والمحافل الافتراضية، زي نبدأ فيها باليوم الوطني العربي السعودي ثم الخليج العربي. ريحان، أنا سألتك عن عدد المشاركين، قلتي لنا أنه الدول 40 دولة، لكن عدد المشاركين ما عندكم إحصائية؟ عدد المشاركين ما شاء الله تبارك الله تقريبا تجاوز مع الدخول والخروج تجاوز 100 في نفس الوقت، في نفس وقت الحفل، ولكن عدد المشاهدين للحفل تجاوز 500 في تويتر. ما شاء الله. جميل. طيب يعني ابغى اسالك يا ريحان، اليوم هل اصبح العالم الافتراضي هو الوسيله للتغلب على الصعاب اللي سببتها كورونا؟ والله انا اتوقع العالم الافتراضي حاليا فتح لنا باب جديد لعالم التوظيف، بما اني انا متخصصه في العمل والعمال. نعم. انا اشوف العالم الافتراضي الان هو الإطراقة الجديدة، الوجهة الجديدة للعمل والتوظيف، ومن يدري ذلك سيفعل. ونحن الآن في رسالة خارجية استطعت أن ألتقي بكم بسبب العمل الافتراضي، العمل الافتراضي. صح. ولو كان قبل كورونا يمكن كنت راح أستنى إلى ما أجي السعودية حتى تقابلوني. ممكن. صح. يعني بالفعل الآن يعني صرنا نساير الوضع اللي إحنا عايشين فيه، أو كورونا وضعتنا فيه التباعد الاجتماعي، ولازم نكون بعيدين، ولكن لازم نبقى على تواصلنا ولازم نكمل حياتنا. فيمكن الاتجاه الآن إلى العالم الافتراضي وإلى التقنية وإلى هذا المجال صار خلاص معتمدين عليه اعتماد كلي، حتى في تعليمنا في عملنا في كل حاجة صراحة. 100%. نعم. طب قبل لا ننهي الحلقة أتمنى أني أشكر الفريق. أكيد. تفضلي. أشكر الفريق على طريقكم بصراحة. أوكي. نعم. أول شيء ريادية تكونت من كوكبة مبتعثين ومهنيين وأكاديميين زي ما اتفقنا. نعم. الأساس أبغى أشكر دكتور أحمد مليباري، هو عضو هيئة التدريس، هو الأساس في تأسيس الفكرة اللي هي ريحان الحداد أنا والدكتور أحمد مليباري. ثم رنا السبهان هي المنسق العام، ايضا نواف حسنين هي المنسق العام، ايضا الدكتور رياض عيبان كان ممثل في فرع رياديون وسائل التنسيق العام، الدكتور كانت ممثل في كشريك استراتيجي وهو مؤسس فرع رياديون. هذه ميزه رياديه، يعني هي شركت مع شركائها السابقون لها في المجال. فانا ما شاء الله تبارك الله اللي هو فرع رياديون يعتبر من اهم المنظمات الجمعيات الغير ربحيه للطلبه المبتعثين، وايضا الدكتوره مريم العيسى لسكنتشر التواقيع. نعم. أيضا نورة السلامة على جهودها الرائعة، هي ممثلة نادي ريدي، عمر عربيات وهو طالب دكتوراه شارك في التنسيق الإلكتروني. دعاء الحداد طالبة بكالوريوس إدارة فعاليات في استراليا ساهمت في التنسيق العام. أيضا فاطمة سبيعي، شموخ الجبرتي، ريماء الهندي، دلال بالخير، جابر حسين بكرشي، وكثير. وطبعا أخص بالشكر بشاعة البطرفي لأنها تخصصها في السبورت، وكمان كثير احنا نحضر مؤتمرات. نعم. السبورتس والرياضه،
وايضا نور الجبريل. طبعا مره عدد هائل، ما اقدر اشكركم اكيد عدد كبير ما شاء الله، وكل التحيه ليهم والشكر ليهم، واكيد دائما كالعاده مبتعثين في الخارج وسفراءنا في الخارج دائما يحرصوا انهم يقدموا افضل ما عندهم، ودائما بيكونوا خير سفير لبلدنا. شكرا لك يا ريحان، وشكرا على هذه المبادره الجميله، وكل التوفيق لك. مشاهدين احنا مكملين معكم فقرات البرنامج، ولكن بعد الفاصل. ضيفنا اليوم في فقرتنا الطربية يحب يطلق على نفسه لقب فنان صاعد، وبالرغم من دخوله السريع لعالم الفن إلى أنه يمتلك الكثير من الأعمال الفنية المميزة الخاصة فيه. هذا النشاط والتفاعل الفني ما بيجي أكيد إلا من تشجيع الجمهور وثقته بالفنان. أكيد نرحب في استوديو سيدتي بالفنان والملحن وافي. هلا وسهلا بك يا وافي. اهلا فيك، مساء الخير عليكم جميعا. هلا وسهلا، هلا وسهلا بك. يعني السؤال اللي دائما نساله، كيف كانت الانطلاقه ومتى؟ الانطلاقه كفنان او كهاوي؟ كهاوي طبعا، كبدايه نعم. يعني المغنى ابتدى معي وانا طفل، يعني اول ما تعلمت الكلام انا تعلمت المغنى الغنى. ايوه، فمن الابتدائي كنت أطبل على الطرابيزة في المدرسة وأغني وأسوي إزعاج فتنمت معاي الفكرة يعني، وحبيت الشيء هذا. ففي مرحلة المتوسطة تعلمت على الآلة الموسيقية، العود، الأورج. أيوه. نعم. بعدين في مرحلة الثانوية امتهنت العزف العود، لأنه هو كان شغفي الأول يعني. يعني سن صغير بدأت العود؟ أيوه ما شاء الله. طب كيف تعلمت؟ علمت نفسك بنفسك؟ والله انا تعلمت نفسي، يعني تقريبا كل اللي انتم حتسمعون هذا كله اجتهاد شخصي من عندي ما شاء الله، فالحمد لله. برضو فكره التلحين ابتدت معايا من ايام المتوسطه، المرحله المتوسطه. طب حمستنا كذا نسمع. اي طبعا نبغى نسمع شيء بعد. حاضر الان. طيب حاضر. طيب انا حغني، حقدم قطعه مذهب من كلمات اخويا مشعل البحر، ومن ألحاني ومن أعمالك يعني. أيوة هذه أغنية. تفضل. دنيا الألم، دنيا الأسى، دنيا القسى، وجرح السنين تايه على بحر الظما، عطشان وهات وأنين. أنيل دنيا الألم، دنيا الأسى، دنيا القسى، وجرح السنين تايه على بحر الظما، عطشان أنا عطشان، وهات وأنين. هذه البداية واللي كان حبي مع جروح الزمان، طيفك معي عايش معي حتى ولو طال الغياب. هذه البداية واللي كان حبي مع جروح الزمان، طيفك معي عايش معي حتى ولو طال الغياب. أصبحت معرف من أنا يا حبي يا قلبي العنا، أصبحت معرف من أنا يا حبي يا قلبي العنا، والصمت يغلبني، والصمت يغلبني، والصمت يغلبني، يغلبني يغلبني وذهول من كثر شوقي والحنين، من كثر شوقي والحنين،
من كثر شوقي والحنين من كثر شوقي والحنين مدري حقيقة أو سراب مدري حقيقة أو سراب الله الله عليك يعني يسلم صوتك ما شاء الله وتسلم يدك الله على ذا العزف الزين يعني ما ودنا الأغنية تخلص للأمانة والله والله الأغنية طويلة يعني كلماتها جميلة جدا جميل لحنها وكلماتها بالفعل جميلة شيء يعني احنا ممكن يعني أنا قاعد أستنى إن شاء الله بس تنزل الحلقة هذا يعني طرب طرب الله يخليك أنت هذا اللون اللي أنت تحبه الطرب أنا أحب الطرب وأيضا أنا متنوع في طروحاتي يعني أحب المكبله الطويل وأيضا أحب المنوع الأغاني القصيرة البسيطة تحب القديم وافي ولا ايش تحب الأغاني اللي ماله قديم ماله ماله جديد ولا الله أيوة طبعا صح أيوة مين طيب فأنا تأسست على القديم ولكن أيضا يعني برضو نعطي ذو كل حق حقه يعني صح في في أيوة بعض الأغاني الجديدة الأمانة شيء أيوة رهيب أيوة لكن القديم أنا سؤال القديم مين اللي ألهمك والله الملهمين كثر يعني ف أنا أي إنسان يعني أسس مدرسة موسيقية وأسس بصمة فدائما هذا يلهمني صح. أي ناجح يعني فأنا مالي يعني شخصية معينة في الفن أنا أتبعها بحذافيرها ولكن أتعلم من مدارس كثيرة يعني على سبيل المثال الأستاذ الموسيقار جميل محمود مدرسة كبيرة في الفن السعودي فهذا أنا أتعلم منه الكثير أيضا الأستاذ عبادي الجوهر أكيد حسيت فيك كذا شوي طلال مداح محمد عبدوها كثر يعني سعوديين وأيضا على المستوى العربي كاظم الساهر ملحم بركات وأيضا على المستوى العالمي بيتهوفن موتسارت ما شاء الله يعني مطلعة ما شاء الله يا وافي لكن يعني دائما يقول لك يعني في فنانين تشوفهم بس يغنوا أو فنانين بس يلحنوا لكن أنت ما شاء الله جامع بين التلحين وبين الغناء هل هذا يعتبر سلبي أو إيجابي؟ اللهم لك الحمد أنا أعتبر أنه توفيق من رب العالمين يعني أنه أضلاع المثلث تجمعت فيه فأنا اللي ألحن العمل وأنا اللي أعزف وأنا اللي أغنيه يعني وهذا أنا أعتبره ميزة فأنا أعتبره طبعا شيء إيجابي يعني والحمد لله ما شاء الله كيف الواحد يطور نفسه؟ يعني ما شاء الله أنت طورت نفسك بنفسك من ناحية عزف ومن ناحية أداء ومن ناحية نبغاك تعطينا نصيحة للناس الشباب حتى البنات توهم داخلين في ذا المجال حابين أنهم يطورون بأنفسهم بأنفسهم التطوير طبعا يجي من الذات يعني فهو بس في كثرة التمرين في كثرة التمرين سواء إذا بتتعلم على آلة فلازم تكثف التمرين بتتعلم الغناء فأنت لازم تكثف التمرين وأيضا التمرين هذه ما تغني عن المطالعة والقراءة والتثقف والاطلاع علشان نأخذ من خبرات غيرنا أيضا ونضيف بصماتنا عليها ولكن هي كلها مع الوقت ولازم أنه الواحد يكثف بس عامل الوقت في الموضوع والتمارين يعطي مثلا آلة العود حقها يعني صحيح 100% طيب وافي رح تسمعنا شيء ثاني أيوة طبعا سمعكم عمل جديد لسه نازل من أسبوعين تقريبا يلا سجاني الحب سجاني حبيب عمري سجاني ووقعني في بحر الحب رحل عني وخلاني سجاني الحب سجاني حبيب عمري سجاني ووقعني في بحر الحب رحل عني وخلاني رحل عني وأنا المغرم في حب حيل هيماني رحل عني وأنا المغرم في حب حيل هيماني تركني في
سما الأحزان وشب بقلبي نيراني سجاني. عطيته كل وجدان رجع ثاني وقال لي خلاص انا اسف ويندماني. وانا اللي عشت من اجله عطيته كل وجداني رجع ثاني وقال لي خلاص انا اسف ويندماني. وزاد الشوق في قلبي ونبضتي وشرياني بعد ما زادت الأشواق صك الباب من ثاني سجاني 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 سجاني. الله الله عليك يا وفي، يعني ما شاء الله. هذه بس من كلمات الأستاذ معليش بس عبد الرحيم جميل محمود، ما شاء الله ومن ألحانك. من ألحانك يعني أنت تحب أن يطلق عليك فنان الصاعد، كيف يعني؟ يعني أنت ما شاء الله لك أغانيك الخاصة، بتلحن، عازف محترف، بتغني باحترافية، ولا هل تحس أنه لسه ما حققت اللي أنت تبغاه؟ هو أنا يعني في الفن صار لي مدة يعني، ولكن أنا في الساحة الفنية حديث عهد. صحيح. أيوة. لأني أنا لسه يعني راجع من برا، صار لي سنتين يعني كنت أدرس برا. أيوة. فعشان كذا أنا حديث عهد في الساحة الفنية، عشان كذا أنا أقول للفنان الصاعد يعني، لأنه لسه جديد على الساحة. ولكن الحمد لله يعني في الفترة الأخيرة يعني القصيرة اللي أنا جيت فيها الحمد لله يعني سويت أعمال كثيرة ويعني وأكتف يعني نشط كثير الحمد لله. حبيت يعني ما شاء الله عليك. يشوف الأمانة حتى الشخص اللي يعني ما هو رومانسي لما يسمع أغاني رومانسية كذا يتأثر فعليا. فحسيت أغانيك يعني على الأقل الأغنيتين اللي أنت غنيتها قبل شوي إحساس مشاعر ورايقة. بالضبط. يعني أنت تحس أنه هذا الشيء يمثلك كشخص أو هذا الشيء اللي الناس تبي تسمعه؟ لا هو هو أنا كمغني وكفنان نعم. أنا أغني أحاسيس الناس يعني أخذ من أشعار الناس. فلما يقول سجاني سجاني الحب سجاني حبيب عمري سجاني، فأنا أتقمص إحساس الشاعر. لازم. أيوة. فأنا أغني أحاسيسهم، فأحيانا تكون رومانسية أحيانا تكون حزينة أحيانا تكون يعني على حسب الغاية فيها، ولكن انها دائما انا كمؤدي دائما تلامسني يعني في عده طرق وعده اماكن. فطبعا انه انا احساسي انا اضيفه للموضوع لانه اكيد يعني الكيمياء اشتغلت يعني. عشان يوصل عليك. اي طبعا. ايوه. انا الصراحه يعني دائما اقول الفنان حتى لو كان صوته جميل بس ما في احساس ما ودي اسمع. صح. لازم انت توصل لي احساسك. بالضبط. فلازم يعني هذا الشيء الامانه يعني انت وصلت لنا هذا الله الاحساس. الله يخليك. فاحنا نتمنى لك كل التوفيق وافي، وشكرا لك، شكرا لحضورك اليوم. العفو، وانا تشرفت فيكم. الله يعطيكم العافيه على الفرصه السعيده هذه. شكرا لك. مشاهدينا مكملين معاكم باقي فقراتنا لليوم، لكن بعد هذا الفاصل. أكيد سبوتلايت من مجلة الجميلة وخلطة لتبييض الأسنان وكثير من المواضيع، خلونا نتابعها سوا. أهلا وسهلا بكل متابعي برنامج سيدة اليوم، حان الوقت لنقدم لكم فقرة سبوتلايت الأسبوعية ونبدأ بأبرز العناوين. تبييض الأسنان بمكونات طبيعية، أجمل مكياج عيون ربيعي، رسمة مناكير أظافر بلون كحلي وأبيض. تبييض الأسنان بمكونات طبيعية،
لا شيء يفسد الطلة أكثر من مظهر أسنان غير سليم أو يشوبه الإصفرار. لذا للحصول على أسنان بيضاء جميلة وابتسامة رائعة، يمكنك استخدام حلول طبيعية بعيداً عن الوسائل والتقنيات المستخدمة في عيادة طب الأسنان. إليك في هذا الفيديو على الجميلة خلطة طبيعية بمكونات موجودة في منزلك تساعدك على تبييض أسنانك. مكونات هذه الخلطة حبة فراولة، صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم، فرشاة أسنان. رح نهرس الفراز بالشوكة منيح لنحرك الأسيد الموجود بهالفاكهة ولا استخراج السائل منها. رح نضيف هلأ ملعقة صودا الخبز المفيد جداً بهالعملية بسبب خواصه المبيضة. أوكي طعمته مش كتير طيبة، ولكن بينظف الأسنان من العمق وبيتركها بيضة كتير وخالية من البقع. رح نخلط المكونات سوا، وهلأ صار وقت التطبيق. ومثل ما شايفين لون الفراز كيف تحول بسبب إضافة بيكربونات الصودا لإله. رح نغط فرشاة أسنان بالمحلول ونفرك أسناننا لمدة 5 دقايق. ونترك المزيج على أسناننا لمدة 5 دقايق كمان ونغسل من بعدها. تران! رح نعمل هالخلطة مرة بالجمعة. أجمل مكياج عيون ربيعي. من أكبر صيحات مكياج العيون لهذا الموسم هو مكياج العيون الربيعي الطبيعي، والجميلة أعدت لك هذا الفيديو التطبيقي لتتعلمي كيفية تطبيق هذه الطلة بطريقة سريعة وسهلة ولنتيجة ناعمة وساحرة. يعتمد هذا المكياج على ظلال العيون الروز الطبيعية مع خط آيلاينر رفيع لإبراز النظرة. رح أبدأ بالنيود كولر، رح أستعمله كترانزيشن كولر لحطه على كسرة لاين، وبريشة نظيفة رح تابع عملية الدمج، وإذا لاحظته ما كتير وطيت لحتى خلي العين مشؤولة ومسحوبة. رح أنتقل للجفن المتحرك ورح أدمج لونين بينك لميع مع لون بني لميع لحتى يطلع عندي كومبينيشن حلوة. وأكيد بدي أرجع أدمج الألوان بريشة نظيفة مع الترانزيشن كولر. وآخر خطوة بوضع الظلال هي زاوية داخلية للعين، ورح استعمل لون كتير خفيف ولكن كتير حلو لميع. في قلب العين من جوا رح حط قلم أسود، ومن آخر العين من جوا بطلع بخط صغير هو يلي رح ارسم منه الأيلاينر. هيدا الخط بده يمشي مع خط الرموش اللي تحت لا يطلع لفوق. وما بدنا ننسى خط رموش من تحت يلي رح نحط عليه نفس اللون يلي حطينا منه على كسرة العين اللي هو لون النيود. وأكيد ما بدي أنسى أعمل بلندين. رح كفي مكياج العيون بوضع قلم كحل أسود داخل العين، ورح أعمل له دمج على خط رموش مع اللون الترانزيشن يلي استعملته فوق، ورح أنهي مكياج العيون بوضع الماسكارا. رح كفي بتعليم الحواجب، رح مشطهم لتحت وبلش ارسم خطوط صغيرة وخط صغير من تحت وشعيرات داخل الحاجب، ورح تابع بتعبية الحاجب من دون ما اطلع كتير لبرا، وبنفس الوقت رح كون عم مشط لحتى شوف وين في فراغات وعبيهم. أكيد لازم ثبتهم بالجل خاص بالحواجب. رسمة مناكير أظافر بلون كحلي وأبيض. اقضي الوقت هذا الصيف بتجربة رسمات مناكير جميلة ومبتكرة. عدا عن كونها تجمل أيادينا فهي تعمل بالتأكيد على تسليتنا. طبقي هذه الرسمة الناعمة اللي تعتمد على طلاء أساس بلون كحلي لماع ترندي لهذا الموسم، مع تزيين أظفرين برسمة بيضاء اللون، إحداها نفنة في الثلج البديع والثانية نقاط بيضاء صغيرة.
كل ذلك بالإضافة إلى المزيد ستجدونه على موقع الجميلة.com. شكرا الجميلة طبعا على هذا التقرير الجميل واللي شوي غريب. يعني انا ممكن ابيض اسناني بس مو بالفراوله، يعني احس ان ما راح اتقبل الامانه. يمكن طريقه يعني من ضمن الطرق اللي بنسمع فيها عن تبييض الاسنان. فحم كمان بالضبط، يعني اشياء غريبه كذا انا ما احب اجرب، خصوصا اسناني. يعني انا من الناس اللي مؤسسه من ذا الموضوع، فما احب انه انا احط فيها اي شيء. روح الطبيب اسنان اسوي، لكن حلو ان الواحد يعني في خلطات في البيت، في خلطات يعني في البيت حلوه ولطيفه. اللي حبيت الميك اب للامانه، الميك اب حلو لكن صعب ريم. احسه يليق على السمر، على البشره الحنطيه، على العيون الواسعه العسليه. السموكي ده برضه حلو ولطيف، يعني بيجي على انواع عيون، بيجي مره حلو وله مناسباته الخاصه. صحيح. ولكن عندنا اغاني ما نقدر ننساها دائما في بالنا، ودائما نلاقي نفسنا نغنيها او نرددها، ويمكن حتى لو ما سمعناها ولكن دائما نرددها. خلونا نشوف هذا التقرير مع بعض. الموضة معروف عنها أنها لبس أو مكياج أو قصة شعر، سيارة ممكن، لكن في السنوات الأخيرة صارت موضة جديدة وهي موضة الأغاني. ما فهمت علينا؟ يعني مجموعة أغاني في الألفية الجديدة ما في أحد ما سمعها أو مرت عليه على الأقل، وهذه هي الأبرز. أوبن كانغنام ستايل، كانغنام ستايل، أوب 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 أوب، أوبن كانغنام ستايل، Gangnam Style. Op, 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 op. Op, op, Gangnam Style. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. يمكن تم هي هو اب تم هي هو زندگی اب تم هي هو جان بھی میرا درد بھی میری عاشقی. Shark to do 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 baby, shark to do 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 baby, shark to do do.
عنا الغريب ورجع لهلاه أعود مع الغيم لحبابه هب الهوى وقام يندهلاه حي الشتا وحي ما جاب أكبر أكبر وكنا على مهله يطعن بخطواته غيابه يضحك ولا حد تنبه له يوم التفت يمسح أغاني كثير جميلة وبالفعل يعني الواحد حتى لو ما يعرفها يقول لا أنا سمعتها قبل كده وتخطر في بالي وتجي على بالي يمكن من أشهرها غاندم ستايل غاندم ستايل صح؟ اي فعلا الناس احس انه دي كانت مرة حتى الأطفال ريم هي حاجة تضيع كان بسبب الأطفال يعني وشارك بيبي شارك طبعا بيبي شارك انا الامانه اول مره اشوف الفيديو حقها لكن دائما اسمعها في البيت إيه؟ امشي كل ايباد في البيت ما شاء الله كل واحد لازم واحد يتغدى لحاله مع امه تغصب على الاكل ومشغلينها يعني لكن قبل شوي كنت اقول لك يمكن من بعض الاغاني هي مره حلوه ومره فنانين ومره الفيديو حقها يجنن لكن من كثر ما نسمعها كرهتها اللي ما عاد ابغى اسمعها الله يخليكم لحد شغل ذا الاغنيه جات فتره ديسباسيتو شكرا لك كان جات فتره من كثر ما العالم كله تجنن على ديسباسيتو يعني الواحد انه بليز يا جماعه سكوها يعني بس انه بالفعل ما حد يقدر ينكر انه ديسباسيتو وصلت للعالميه في وقت مره قليل وكل العالم كان فوق 6 مليار مشاهده ريم مش بقوا يعني من اللي ما شاف اللي يعني يمكن الاشخاص اللي ما عندهم اجهزه ذكيه او ما عندهم لكن حلوه الاغنيه ما ننكر لكن من كثر ما الواحد معها خلاص ما عاد ابغى احد يشغل ولا ابغى اسمعها يعني خلاص قربت على 7 مليار عموما يعني اغاني حلوه وجميله واحنا يعني يمكن شفنا ارقام تخوف للامانه بعضها في اغنيه صح قبل اكيد ما نختم اليوم في اغنيه انا استغربت انك ما سمعتيها حقت فاست اند فيريوس اي صحيح لا اظني يعني صح ما انتبهت لها بس انه يعني سمعتها اكيد في راديو في سوق في شيء يعني صح صادقه يعني جميله جميله الاغنيه بعد الحلقه اكيد ريم راح اسمعها راح نسمعك اياها يا ريم اكيد مشاهدينا وكذا احنا وصلنا الى نهايه حلقتنا لليوم ان شاء الله نشوفكم بكره في نفس الموعد في امان الله.